الحمد لله رب العالمين، خلق الخلق لعبادته، وأعطاهم من النعم ما يعينهم على طاعته، فمن استجاب فاز بالرحمة والرضوان، ومن أعرض واستكبر خسر الدنيا والآخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فالتقوى خير سلاح للمؤمن في الدنيا والآخرة. ثم اعلموا أن آجالكم تنقضي يوماً بعد يوم، وعاماً بعد عام، وإن في انقضائها عبرةً وعظةً لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد، حتى ينتهي الأجل بالخروج من هذه الدنيا، فتبدأ الحياة البرزخية، وينتقل الإنسان إلى أول منازل الآخرة، ألا وهو القبر. فإما أن يكون روضةً من رياض الجنة، أو حفرةً من حفر النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم البعث والنشور يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها المسلمون الكرام، مضت سنواتٌ من أعمالنا كُتِبَت فيها صحائفُنا، وحملت بين طيَّاتها ما أودعناه فيها من عمل. قال ربنا تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ومهما عشنا يا عباد الله وطالت بنا الأعمار، فنحن إلى زوال وانتقال، فاتقوا الله أيها المؤمنون، واستدركوا ما بقي من أعماركم. فرحم الله عبدًا سمع قول ربه: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فاغتنم يا عبد الله، فاغتنم أيام صحتك، فاغتنم العمر في طاعة الله، فاغتنم هذا العبد الحصيف أيام قوته وشبابه، وأسرع بالتوبة والإنابة قبل طي كتابه، وأخذ نصيبًا من الباقيات الصالحات يُثقِّل بها ميزانه. عباد الله، أينما رحلوا من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأهلينا وذوينا وخلاننا وأحبابنا وجيراننا وزملائنا وأصحابنا، تركوا ديارهم ورحلوا إلى القبور، فتأملوا أحوالهم واتعظوا بماضيهم، لعل القلوب القاسية تلين. واغتنموا حياتكم في صالح الأعمال قبل أن تتحسروا ويقول كل منا لنفسه: يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. فعلى كل واحد منا أن يقف مع نفسه محاسبا: ماذا أسلفت في العام الماضي، في العام الهجري المنصرم؟ هل أسأت أم أحسنت؟ هل ظلمت أم عدلت؟ هل وقعت فيما حرم الله أم حرصت على طاعة الله؟ فإن كان خيرًا ازداد منه، وإن كان غير ذلك استغفر وأناب، فإنما تمحى السيئة بالحسنة. قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه، موعظة بليغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، موعظة جامعة شاملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمساً قبل خمس، اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وهو حديث صحيح. وخطب الصديق أبو بكر رضي الله عنه فقال ذات مرة: إنكم تغدون وتروحون إلى أجل قد غيب عنكم علمه، فإن استطعتم ألا يمضي هذا الأجل إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا. وخطب الفاروق عمر رضي الله عنه فقال: أيها الناس، أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال الحسن البصري رحمه الله: ابن آدم، إنما أنت أيام، وكلما ذهب يوم ذهب بعضك. عباد الله، ألم يعني لأهل الغفلة أن يدركوا حقيقة هذه الدار؟ ألم يعلموا أن حياتها عناء، ونعيمها بلاء، وأن جديدها يبلى، وملكها يفنى، وودها ينقطع، وخيرها ينتزع؟ المتعلقون بهذه الدنيا، المتعلقون بها على وجل، إما في نعم زائلة، أو بلايا نازلة، أو منايا قاضية. فالعمر قصير، والخطر المحدق كبير، والمرء بين حالين: حال قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله على فضله وإحسانه وجوده وإكرامه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير رسله وأنبيائه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فاتقوا الله واعلموا أن نهاية العام الهجري وبدايته ليست مناسبةً لشيء من العبادات، وليست مناسبةً لشيء من الاحتفالات، بل المؤمن مستمرٌ على طاعة ربه حتى يلقاه. وأما من يقول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي: اختم عامك باستغفار، أو اختم عامك بدعاء أو غيره، أو اختم عامك بصيام أو غير ذلك، فذلك كله لا أصل له ولا مستند له من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يتناقله البعض من رسائل الاعتذار والاستباحة والتحليل أو التحلل، يقول بعضهم: حللوني أو أبيح مني أو سامحوني قبل نهاية العام، فكل ذلك لا أصل له. فإن من ظلم وتعدى، إن كان قد ظلم، فإنه لا يكفي أن يطلق هذا الكلام، بل لا بد من التحلل من صاحب المظلمة، وإن كان لم يظلم أحداً فلا مناسبة لهذا الكلام. وأيضاً هناك في بعض نواحي البلاد الإسلامية يقيمون احتفالات بمناسبة الهجرة النبوية، مع نهاية العام الهجري يحتفل بعض المسلمين في أنحاء المعمورة بمناسبة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يحتوي على مغالطتين. أما المغالطة الأولى، فإن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التاريخ
لم تكن في نهاية شهر ذي الحجة، ولم تكن في بداية محرم، وإنما المحققون من المؤرخين يؤكدون بأن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع الأول. وأما المغالطة الأخرى فإنه لا مناسبة لهذا الاحتفال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر على هجرته سنوات وهو حي يرزق، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم مرت سنوات وهم يحكمون دولة الإسلام، فلم ينقل عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه أقام احتفالاً بمناسبة الهجرة النبوية. وأما ما يتعلق بالتهنئة مع دخول العام الهجري الجديد فهذه قد أباحها بعض كبار علمائنا، فلا بأس أن يهنئ المسلمون بعضهم بعضا بتجدد الأعوام وبمضي السنوات، وأن يدعو بعضهم لبعض بالخير وبالبركة وباغتنام الأوقات والأعمار. كذلك أيها الكرام، من البدع التي أحدثها بعض المسلمين أنهم يخصصون آخر جمعة في العام الهجري، يخصصونها بشيء من العبادة، إما بصوم أو بقيام أو بنحو ذلك من العبادات، فكل ذلك لا أصل له من كتاب الله وسنة رسوله. والعبرة أيها الكرام أن نغتنم هذه الأوقات، وأن نستفيد من هذه الأعمار، وأن نسخر هذه الأيام في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن نأخذ العظة والعبرة من سرعة دوران الزمان. فنحن في زمان أيها الكرام قلت بركته، نحن في زمان قلت بركته، ويصدق عليه والعلم عند الله ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة، يعني كالأسبوع، ويكون وتكون الجمعة أي الأسبوع كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. انظروا يا رعاكم الله إلى سرعة دوران الزمان وإلى سرعة انقضاء الأعمار، وخذوا من ذلك العظة والعبرة، واستثمروا ما بقي من الأعمار في طاعة الله تبارك وتعالى، وأقبلوا على ربكم بالتوبة والصدق والإخلاص. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. اللهم بارك في أعمالنا وأرزاقنا، اللهم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله، ولا تجعلنا ممن يطول عمره ويسوء عمله. اللهم إنا نسألك حياة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرجك ونصرك لعبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم فرجك ونصرك لإخواننا في غزة. اللهم فرجك ونصرك لإخواننا في السودان. اللهم فرجك ونصرك لإخواننا في إدلب. اللهم فرج عن عبادك المؤمنين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم أقر عيوننا بنصر الإسلام والمسلمين وتمكين المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.